من جهته اتهم رئيس حزب الدعوة نور المالكي المتظاهرين في محافظات الجنوب بأنهم يسعون لإثارة الفوضى والاضطراب استغلالا لعنوان الإصلاح وخدمة لأجندات خارجية وتحقيقا لنزعة عدوانية على حد قوله. ووصف المالكي اقتحام المتظاهرين لمقار الأحزاب السياسية في محافظات الجنوب بأنها اعتداءات آثمة قامت بها مجموعات شغب. وكان متظاهرون غاضبون هاجموا مقار أحزاب الدعوة والفضيلة وتيار الإصلاح والمجلس الأعلى الإسلامي، بالإضافة إلى إغلاق مقر البرلمان في محافظة واسط.